أمتنا لا يمكن أن تبرئ ذمتها أمام الله إلا إذا حققت إيمانها بالله حقا، إلا إذا عبرت عن وفائها لنبي الإسلام حقا، إلا إذا نشرت ميراث النبوة بين بني البشر، لأن الله هو الذي أمرنا جميعا في سورة النحل الآية 125: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إلا إذا حققت فروض الكفاية، وفروض الكفاية تستغرق الحياة كاملة في جميع مجالات الحياة، في علوم الشريعة، في علوم البيئة، في علوم التكنولوجيا، في علم الفلك، في علم الجيولوجيا، في جميع ميادين الحياة. لا بد أن تحقق الأمة حضورها الفعال في الحياة لتبرئ ذمتها أمام الله، وبذلك تنال شرف الشهادة على الناس، وهذا شرف ما بعده شرف، فالشهادة على الناس تشريف وتكليف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.